لا لا احلى عم جابر في الدنيا. خط الصيادين وخط الصيد علي النعمه كده. الله اكبر عليك يا عم جابر يا مولح. وبيجي ابو الريش اهو. ايوه بيجي عم جابر. ايه يا بيجي؟ لا عم جابر بس يلا المهرب المهرب. بيجي بيجي الجامعه. اهلا بيجي يا جدعان. اهلا عم جابر. عايز عياشة؟ عايز لك جفة؟ لا عادي عادي. عيش 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 عشان اول رزق طلعها. اللهم صل على النبي. لا لا لا
السلام عليكم يا شباب. بصوا مش هنقول ضرب نار ولا سمك على الظنان عشان ايه الكلام ده كله في الكلاتش، انت هتشوف بعينك. بص يا جماعه بصراحه كده يعني انا قضيت يوم من اسوأ الايام اللي قضيتها على صرف المزارع، عشان الناس بس اللي هي بتفرح بالاماكن ولو شافت سمكه وبتاع. انا صورت سمكه كويسه لسه شايفينها انتم اهو، ممكن نعمل عليها فيلم مع السمكتين اللي معايا ونقول لكم ضرب نار ومش ضرب نار. لا اقسم بالله ده كان انهيار، والله ما ضرب نار ده كان انهيار. النهارده بصراحه كان يوم شق جدا، انا خدت سمكتين اتنين داخلين في الكيلو الا ربع كده تقريبا، كيلو الا ربع او خدت كيلو سمك، بس بجد يوم صعب والله. صرف المزارع يا جماعه حاجه مش ظريفه. ليه؟ لانها ممكن تديك يوم وتحببك في الصيد وتجيب رجلك، وممكن تكذب معاك 10، وده اللي بيحصل معانا اقسم بالله. فيا ريت يا جماعه ما نتحدفش بالفيديوهات والشو اللي احنا بنشوفه، احنا بنحاول نصنع فيديو حلو نسليك بيه، ده الهدف من الفيديو ومن العناوين، اكتر من كده لا. تحياتي ليكم، دي المقدمه ودي النهايه، سلام عليكم.